ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين الرشد هو المعرفه والحكمه والعقل وحسن الاختيار بين الاشياء المتشابهه او المشتبهه وهذا بلا شك لا يدركه الا الانسان اذا كبر وبدا يعرف بواطن الامور وظواهرها وبدا يحسن الاختيار ان هذا نافع وهذا ضار وبعد ان يلسع من الحياه مرارا فيعرف الخطا والصواب اما ابراهيم عليه السلام فالهمه الله تعالى منذ صغره الخطا والصواب يقول الله جل وعلا عن اليتامى وابتلوا اليتامى يعني اختبروا اليتامى اذا توفي رجل تاجر وترك اولاده ايتاما فانهم لا يعطون اموالهم مباشره يعني ترك مثلا عشرة الاف او مئة الف لا يؤتى الى الولد اليتيم عمره عشر سنوات مثلا ويقال تفضل هذه ال الف هذا الارث الذي اخذته من الذي ورثته من والدك هذا ربما عبث به او احتال عليه احد واخذ ماله او عبث به في في شراء ما لا ينفعه ولذلك يكون عليه ولي لهذا المال يحفظ له هذا المال او ينميه حتى اذا كبر هذا الصبي واصبح عاقلا مدركا حكيما قال له تفضل هذه اموالك التي ورثتها عن ابيك فقال الله تعالى عن هؤلاء الايتام وابتلوا اليتامى اختبروهم يعني عندما يبدا يكبر لا تعطيه المئة ألف كلها وإنما قل له يا فلان خذ هذه مثلا عشرة دراهم أو هذه عشرون أو هذه مئة درهم فاذهب واشتري كذا واحرص على أن يكون النوع جيدا وافعل اختبره كذا مرة في البيع والشراء فإن وجدته يعرف كيف يتصرف في الأموال فأعطها له وابتلوا اليتامى. قال الله: فإن آنستم منهم رشدا، آنستم يعني رأيتم وشعرتم فإن آنستم من فحتى إذا حتى إذا بلغوا النكاح وابتلوا اليتامى، حتى إذا بلغوا النكاح يعني إذا كبروا وبلغوا فإن آنستم منهم رشدا إذا بلغوا النكاح يعني بلغوا تعدم مثلا خمس عشرة سنة وانستم فآنستم شعرتم وأحسستم ورأيتم منهم رشدا يعني عقلا وحكمة وقدرة فادفعوا إليهم أموالهم قل تعال تفضل هذه أموالك ففي الغالب أن الإنسان لا يكون راشدا رشدا تاما إلا إذا يعني بلغ الحلم إذا بلغ النكاح إذا بلغ وأصبح قادرا على أن يتزوج وله غريزة يعني تستثيره للزواج فعندها أعطه أمواله أما إبراهيم عليه السلام فلا ابراهيم عليه السلام قال الله تعالى عنه ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل اتيناه رشده منذ ان كان صغيرا وكنا به عالمين الله تعالى يعلم الغيب ويعلم حال ابراهيم ومستقبله وعقله وقدراته وكنا به عالمين ولذلك ابراهيم في صغره حتى تعرف كيف ان الله جل وعلا اتاه رشده وعقله في صغره قبل ان يوحى اليه بالنبوه كان ابوه آزر يصنع الاصنام ويعطيها اولاده ليبيعوها ويأتوه بالمال فكان الاولاد اخوه ابراهيم عليه السلام يذهبون ويبيعون هذه الاصنام وياتون بالمال الى ابيهم الا ابراهيم فكان يطوف بهذه الاحجار التماثيل احجار مصنوعه هكذا منحوته نحتا وتباع الى الى هؤلاء الـ 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 الضلال ويعبدونها من دون الله فكان ابراهيم عليه السلام يطوف بهذه التماثيل ويقول: من يشتري ما يضره ولا ينفعه. من يشتري ما يضره ولا ينفعه هذا من صغره ولذلك قال الله تعالى: ولقد آتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين والانبياء جميعا اتاهم الله تعالى رشدا وعقلا ومميزات من صغرهم والذي يقرا حياه سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه واله وسلم يرى انه منذ صغره صلى الله عليه واله وسلم لم يكن يفعل ما يفعله قومه عليه الصلاه والسلام لأن الله تعالى يهيئ أنبياءه كما قال الله تعالى عن الأنبياء ولقد اخترناهم على علم على العالمين اخترناهم وقال الله جل وعلا الله يصطفي يعني يختار من الملائكة رسلا كما اصطفى مثلا جبريل يكون رسولا بينه وبين الأنبياء الله يصطفي يختار من الملائكة رسلا ومن الناس يعني ويختار من الناس أيضا ولذلك مثلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما كانوا يبنون الكعبة قبل الإسلام لما تهدمت الكعبة وشارك عليه الصلاة والسلام ببنائها فكانوا يحملون الأحجار على أكتافهم فكانت الاحجار تؤثر في الكتف وتجرح الجلد وبعضهم ليس عليه رداء وكان لباسهم المعتاد هو الازار الازار والرداء كلباس الاحرام هذا لباسهم المعتاد والتاجر منهم هو الذي يجد عمامه وقميصا هذا تاجر كبير لكن المعتاد أن الفقير العادي لا يكون عنده إلا إزار فقط، قطعة قماش يستر بها ما بين سرته إلى إلي, إلى إلى أسفل جسده، فإن زاد ماله صار عنده رداء، فإن زاد ماله صار عنده عمامة، صار عنده قميص رداء، هذا يعتبر يعني آه تاجرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل معهم. وكانوا قد نزعوا أرديتهم وبعضهم ليس عليه رداء من شده الحر يعني ويعملون بالازار فقط فحتى لا يؤثر الحجاره في في الكتف في الجلد وتجرحه واثناء حمل الحجاره كانوا ياخذون طرف ال 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 الازار ويضعونه على الكتف فتنكشف العوره وما يهمهم كشف العوره كانوا في الجاهليه يعني فيحملون الحجاره يكون القماش قماش الازار بينها وبين الجلد فلا يجرحه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل فتعب الجلد فقال له عمه اجعل إزار ارفع ازارك كما يفعل الناس يعني ارفع ازارك فلما اراد صلى الله عليه وسلم ان يرفعه اغمي عليه حماه الله تعالى حتى لا لا يكشف ما يكشفه قريش ثم قام صلى الله عليه وسلم ولم يرفع إزاره وصار يعمل يعني كما كان يصنع من قبل وذلك أن الله تعالى يحمي أنبياءه منذ صغرهم ولذلك قال الله تعالى عن إبراهيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين وقال الله تعالى اخترناهم على علم على العالمين وكل النابغين اليوم حتى العلماء اذا نظرت في سيرهم تجد انهم في الغالب في صغرهم اقول في الغالب في صغرهم يختلفون عن بقيه الناس يعني الامام النووي مثلا كان يخرج الى الطريق ويرى الصبيان يلعبون وهو ابن عشر سنين فاذا راهم يلعبون دعوه الى ان يلعب معهم فكان يهرب منهم ويحاول ان يدخل المسجد ويجلس الى العلماء يستمع اليهم وهو ابن عشر سنين وكان عمره اثنا عشره اثنا عشره سنه يحضر اكثر من عشره دروس في اليوم فقال رجل بقال صاحب بقاله قال لابيه لوالد النووي ان كبر ابنك هذا سيصبح اماما عالما. فقال ابوه: وما يدريك هل تعلم الغيب؟ هل تعلم الغيب؟ قال: لا لا اعلم الغيب، لكن حاله يدل على ذلك. الذي يراه يذهب الى الكتاب ويجلس ويستمع ثم يذهب الى الدرس هذا هذا ولد غير عادي ويكبر الامام النووي ويصبح كتاب رياض الصالحين من تاليفه الذي نقراه اليوم في المساجد يصبح شرح صحيح مسلم من تاليفه يصبح كتاب المجموع في الفقه من تاليفه الى غير ذلك من الكتب والعلم كله من هذا الرجل ولذلك اذا اوتي الانسان رشده من قبل او صار له اب ايضا حريص عليه بلا شك أن هذا يكون مؤثرا عليه في حياته أسأل الله أن يؤتينا جميعا رشدنا وأن يحمينا من كل سوء وأن يسبغ علينا نعمته ظاهرة وباطنة وأن يرزقنا القبول في الأرض والمحبة في السماء صلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته